دونك بالنسبه للكونفينمون اللي داروه هنايا في لاكار ماشي من اليوم، داروه ابارتيغ من الخميس اللي فات، يعني من لافي ديال العيد ولاكار بافيل مسدود، البيبان كاملين مسدودين، سكيل في لي كوميرسيو ما خدامينش، لي ماكازان اللي كاينين، لي زاجونس اللي كاينين لداخل تا هما ما خداميش. نحنا بحكمنا ما تنخدموش مع الناس اللي على برا، كنخدموا مع لي فواياجور، سوف لي فواياجور بوحديتهم، سكيل في ما تيكونوش لي طخا كي ما كاينش الكوميرس الداخل. دابا حتى الناس اللي جاو في لاكا في لي طخا اللي جايين من طنجة واللي جايين من كازا ومن من دون واحد اخرين، وقفوهم حبسوهم من تحت، ما خلاهمش ينزلوا في لو كي، سكيل في رجعوا من الطخان ديالهم، رجعوا تسناو طخان واحد اخر رجعوا للمدينه ديالو، ولكن اللي رجع لاكدال باش عاد يجي لهنا للمدينه، رجع لاكدال وخداو طاكسي باش عاد دخلوا لهنايا للمدينه. كاين بحال دابا الناس اللي رجعوهم، انا اللي سمعت جو سوي باسيغ، ولكن كاين الناس اللي رجعوهم للمدينه ديالهم لان ما عندهمش لوتوريزاسيون. بالنسبه للناس اللي عندهم دابا لوتوريزاسيون عطوهم ماشي ينزلوا لهنا، يمشيو لاكدال شي قبيله في الصباح، دابا خلاص دابا بداو تيخرجوهم بلوتوريزاسيون، عندك لوتوريزاسيون دوز، ما عندكش ما دوش. كانت لاكا خدامه ديال اكدال سلا خدامه، كاع لي كار ديال الرباط خدامين سلا الا غابافيل بوحديتها، علاش ما فهمناش السبب، ما عرفناش، وفوقاش غادي يتحل هذا الكونفينمون؟ لحد الان مازال ما عارفينش شنو الجواب، شنو الحقيقه. باش نتهناو من هذا المشكل، نتمنى الناس كلهم يحترموا هذا الحجر ويحترموا المسافه ويحافظوا على الكمامه ديالهم باش نتهناو من هذا المشكل، لان هذا مشكل كيضر الجميع، ما باغيه حتى شي واحد، ولكن نخضعوا للظروف الحقيقه اللي كاينه ونخضعوا للمشكل اللي كاين، نصرفوا بعقلانيه مع المشكل، ان الا احتضينا براسنا وحضينا وليداتنا وحضينا الناس ديالنا، راه كنظن المغرب كله غادي يمشي مزيان، هذا هو اللي مهم، هذه هي الرساله اللي بغيت نوصلها للناس، حيت كاين الناس اللي تيقول له كورونا كاينه ماشي كاينه، شوف هذاك الشيء الله اعلم، هاد المسائل حنا ما غنعرفوهاش، كيقول له كورونا كاينه. نديروا الاحتياطات ديالنا، نديروا، هذا هي الوصيه اللي غنوصل الناس، ان هذا الشيء الا ما درناش ما خدمناش بعقلانيه غادي نبقاو ماشيين في هذا الشيء طويل، والناس ما بقاش تستحمل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.